السلام عليكم متابعين موقع طنجاو، مرحبا بكم في ميكرو طنجاو. موضوع اليوم، فين تفضل تقري ولادك؟ واش في العمومي او لا في الخاص؟ العمومي، حنا قرينا في العمومي، تربينا في العمومي، نقراو في العمومي اخا. كاين شي قرايه دابا والناس بريفي كيقراو، اذا شني كاين؟ عندك فلوس عاد تربح، ما عندكش انت كطيح في حالك بحال خوت. عندك عاد تاكل، عندك عاد تاكل، ما عندك ما تاكل. ايوا انا ما كرهتش نقريهم في الخاص، نكذب عليك. ايوا والله ما عنديش، والله ما عندي. عنده فلوس ديالهم الداخليه، فهمت الشهريه ديالهم، ولاد الناس كيضيعوا السال. القرايه ما شاف واحد المستوى، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اخي ابراهيم ضروري هو اللي يسكر ب 2000 درهم، كيفاش يقريهم فيها؟ في الخاص، في الخاص ما يقريهمش يا اخا. دابا كتبان لك سين هاد الخوصه هادي كافيه، لا يقري اخر ولا عنده ثلاثه اربعه يقريهم في الخاص. وهي الدوله وما كيتكافاش معاهم. شكون اللي يقرا؟ قراوا الناس دي بريفي اللي خلصوا، اللي ما خلصش هو بقى في الزنقه مسيب. هادشي اللي كان حنا بغينا هاد الوليدات يقراو ما يضيعوش كما ضعنا حنا. اغلبيه الناس دابا اللي ناجحين دابا بزاف ديال القطور، لهاد الاساسيات دابا هادو اللي دايرين هادشي، هذا خرجوا من العمومي ما خرجوش من الخاص. خاي محسن تبارك الله، الله يبارك فيك اخا، نهار كبير هذا، الله يرحمهم، الله يبارك فيك. خاي محسن الا قلت لك ان شاء الله مستقبلا فين تقري ولادك، واش في الخاص ولا في العموم؟ في العموم، احنا قرينا في العموم، تربينا في العموم، نقراو في العموم يا اخا. يعني في العموم يا اخي، واخا تكون ميسره الامور في العموم. في العموم علاش اخا؟ قراي في العموم احسن من يا اخي. ولكن رب دابا الوقت اللي طالب والانسان كامل كيتهرب من الخاص، عرفتي علاش؟ كيسلف ويتكتم. اعطينا كاتب الناس سلفوا وتكتبوا، شراوا كتبه ما كاينش يقراي. دابا هادو كيبانوا لك التعليم هذا، والله اللي كيقرا استاذ كتجمع مع استاذ وما على بالهمش يبتالاه. هو الانسان كيربح 2000 درهم، كيفاش يقريهم فيها؟ في الخاص، في الخاص ما يقريهمش يا اخا. دابا كتبان لك سين هاد الخوصه هادي كافيه، لا يقري اخر ولا عنده ثلاثه اربعه يقريهم في الخاص. وهي الدوله وما كيتكافاش معاهم، وهاد الدوله وما كيشوفهمش، الدوله والبوري كينوض يسلم يشري لهم كسوف. الله يا اخي كيفاش يعملوا قرار؟ يعني نتمنوا شي حاجه مستقبل، الا كاين شي حاجه وديما مستقبل. يا ملي خلقنا ربينا حنا كنقولوا مستقبل، وهي كتزيد تتكفس، يا ما زيدهاش القدام زايده اللور. الاسعار كامله غاليه، وبنادم شنو كيربح حدا؟ ودابا النص كبر جالس، هو بنادم قابل قصيد على الاستاذ ديال الاضراب، خصو زياده. الشباب كيضيع، واللي عنده العاقه كيضيع، يقري ولادو بريفي واخرها فهمتيني، اخرها بنادم كيكبر شي زي شويه كيمشي كيجيب نص الثقاب راه والدواء والاكسترا والعالم، وهو كيضيع فهمتي. هذه هو المغرب، كاين شي قرايه دابا والناس بريفي كيقراو، اذا شني كاين؟ عندك فلوس عاد تربح، ما عندكش انت كطيح في حالك بحال خوت. عندك عاد تاكل، عندك عاد تاكل، ما عندك ما تاكل. تبارك الله، شحال عندك الوليدات؟ لا تبارك الله، تبارك الله. يعني ثلاثه بهم كيقراو في المدرسه؟ لا باقي واحد دابا اللي دخلته الحضانه. يعني دابا وشنو الراي ديالك دابا فين تقري ولادك، واش في الخاص ولا في العموم؟ ايوا انا ما كرهتش نقريهم في الخاص، نكذب عليك. والله ما عنديش، والله ما عندي. هذا العام هذا زدت قالت لي واحد 120 دخلت البريفي، كذب عليك. لا صراحة سو بريفي كيقري ولا العموم؟ هو دابا هذه قراية، دابا كتبان لك مثلا دابا لو كنت دخلت ولا كان في الحضانة ودخلت العموم، كان غيقرا هذا العام هذا. شكون اللي يقرا؟ قراوا الناس دي بريفي اللي خلصوا، اللي ما خلصش هو بقى في الزنقة مسيب. هادشي اللي كنشوف. شنو هو الرأي ديالك في الأساسي؟ دابا كيخرجوا باش كيطالبوا الحقوق ديالهم. الله يحسن العون للجميع، يعني الأساسي، الآباء، الأمهات، العائلة، أحسن العون كلشي، كلشي بحال اللي قال في الشبكة الخبالة، كاملين بينا الأساسي زعما هما مطفرين، الله يحسن العون، تا هما بحالنا بحالهم. تاهما ما كرهوش يشبرجوا مليون في الشهر، حنا ما كرهناش نقري ولادنا احسن قرايه ونمشيو للطبيب ندوزوهم ما خلصوا حتى درهم. تبارك الله، يكون المستقبل في المغرب ان شاء الله. اقسم بالله دابا تسقسي اي واحد هنا يقول لك خصني الهجره، ما خصني لا ندبر لا راسي لا والو، خصني نقطع البحر. وهذه هذه دابا هو الشباب وباقي صغير، الا سقسيتي شنو خصك؟ فين تقدر تمشي؟ على اوروبا خاص، شنو نتاعك عادي؟ اسبانيا، الشباب بدا بلاد سامحين في بلادهم، خصهم يتلاو عطلوا عند النصارى يتربوا عند النصارى. علاش؟ حيت كيربيونا مزيان. مثلا خاي ابراهيم دابا نعاودو في بلايه نجبرو واحد متشرد مسخان ما كيشم كريا، كيطلع له الزهر كيحرب، كيطلع اسبانيا كيرجع عايده جديد بحال يطلع من بلادو، بحال هنا كان مغرب. علاش زعما هاد القمع هادو هاد الحقره هادي؟ علاش زعما؟ واش حنا مغاربين في بلادنا؟ حنا في بلادنا الحمد لله، ولا بخير وخير اخا، بالحق اللي عنده تشاب. بزاف دراري، بزاف دراري من الحومه كنعرفوهم، كنا صغارين كنحرقوا صراحه، حرقوا طلعوا رجعوا. هاي حنا بقينا في المغرب الحمد لله، ماشي زعما كنقولوا غير فلس الواحد وصافي. هاتي نهدرتي ولا فلس وسالم لعاسك. اي والله ما الارض هادي زعما الله يكون بينا، هاتي لا نقول. خاي احمد تبارك الله، الله ينورك الحبيب. خاي احمد مجوز وباقي؟ والله لا باقي. دابا ان شاء الله ربي الله لي رزقك ربي بالعواول، فينا تقريهم في الخاص ولا في العموم؟ اش نقول لك، ندخلوا بريفي وسالم، هذا هو سال الاضرام سينا كتشوف فهمت، ندخلوا بريفي يقراو مع راسهم سينا عارف شنو كاين. يعني تخلص رزقك باش الولاد ضروري يطلعوا عاوتاني فهم وشاهد.
اذا تكون شفت هذا الاضراب اللي وقع دابا مؤخرا. وي وانا مدور في مدارس مع الدخله عبد الرحمن دابا الساعه فهمتي برا واقف. شنو الراي ديالك بهذا الاساسيه ملي كيخرجوا يطالبوا بالحقوق ديالو؟ ايوا دوك راه واصلين وعندهم فلوس ديالهم الداخليه فهمتي الشهريه ديالهم وولاد الناس كيضيعوا السال. ولكن دابا هما كيخرجوا كيطالبوا بالحقوق ديالهم. وباقي ما تاونا والو فهمتي، هما كيطالبوا كيغوتوا السال باقي ما كاين والو. عندك مات مسلك والسال يعني دابا نتمنى ان شاء الله تقريهم في الخاص وضروري فهمتي. مدرسه درجه اللي قريت فيها تحياتي من هنا يعني قريتي مزيان الامور كامله مزيان وضروري قرايه وداك الشيء فهمتي. تحياتي الخامس فهمتي التعيين الدراري اللي خرجوا معايا خرجتي في الخامس ضروري جيت هنا نخدم انا صحابي قراب من راسه هذا فلوس ولا كذا لا دخلت نتماك والسال حق ما قريتش فهمتي. تبارك الله. خير رشيد غنقول لك واش تفضل تقاري ولادك في مدرسة العمومية ولا الخاصة؟ الحالية دابا الخاصة. يعني كتقاري في مدرسة فلوس علاش؟ وبالنسبة لما بقاتش القراية في مدرسة أخرى. الدراري كيمشيو ويجوا كيقراو يومين في السيمانة، كيقرا السبت السنين والسبت في العشية يومين. العيال كينسى اللي دوز نهار الاثنين، كيبقاش عاقل عليه نهار السبت كينسى عاوتاني ما كيرجع عند الاثنين ما كيبقاش عاقل على ديال السبت. حنا بغينا هاد الوليدات يقراو ما يضيعوش كيما ضعنا حنا وصافي. خي محمد تبارك الله. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، الله يكبر بك مرضي ديالي. لا تسكس لك هذا الموتور باش يمشي لك. خي محمد فين تفضل تقري ولادك، واش في الخاص ولا في العموم؟ كنفضل نقريهم اخي ابراهيم في الخاص. خي محمد دابا نسينا شحال عندك الوليدات تبارك الله؟ عندي جويجه تبارك الله. الله يخليك. جويجه كيقراو في جويجه. وشنو يبان لك في هذا العام هذا ماشي القرايه ديالهم مزيان؟ لا انا حاليا باقي ما بداوش قرايه، يعني باقي صغارين على قرايه، باقي ما كيقراوش. يشني حاليا انا كنشوف قرايه ماشيه في واحد المستوى يعني لا حول ولا قوه الا بالله اخي ابراهيم وصافي. انت كتشوف كلشي بعينك، كلشي باين، كلشي واضح. دابا الاساتذه خرجوا كيطالبوا الحقوق ديالهم، مستنى معاهم ولا ضدهم؟ انا بالنسبه للاستاذ كيطالب الحق ديالو ضروري نكون معاه. خي انس تبارك الله عليك. فين اخي بخير مزيان؟ نهار كبير هذا. الله يحفظك اخي ابراهيم. خي انس شنو تفضل تقري ولادك في الخاصه ولا في العموم؟ انا نقريهم ان شاء الله في العموم في الخاص. عارف شنو كاين يعني هو كيكونوا عندك محميين محتاره فهمتي. حاجة اللي عشناها هنايا في العموم ما خصناش هما يعيشوها فهمتي. الحمد لله. خاي زكريا ان شاء الله مستقبلا فين تقري ولادك، واش في الخاص ولا في العموم؟ في العمومي. في العمومي. علاش تفضل العمومي؟ العمومي لحقاش اغلبية الناس اللي ناجحين دابا حاليا خرجوا من العمومي ماشي من الخاص. اغلبية الناس دابا اللي ناجحين دابا بزاف ديال القطور لهاد الاساسي دابا هادو اللي دايرين هادشي هذا خرجوا من العمومي ما خرجوش من الخاص. يعني الخاص انسان كيقرا. ونسينا شفتي تبارك الله دابا الاساتذه خرجوا كيطالبوا بالحقوق ديالهم، شنو الراي ديالك؟ وحنا معاهم صراحه، لحقاش دابا هاد الماندا دابا اللي عندهم راه ما تكفاهمش، راه بزاف ديال الحوايج انت كتشوف دابا هاد الاسعار دابا اللي زادوا فيها راه ما داكشي اللي كيعطيهم راه ما يكفاهمش. خاي سفيان تبارك الله. الله يبارك فيك اخي ابراهيم. خاي سفيان غنسقسيك، واش تفضل تقري ولادك في الخاص ولا في العموم؟ في الخاص اخي ابراهيم. علاش زعما في الخاص؟ حيت في الخاص يعني مثلا الاساتذه دائما كيكونوا حاضرين فهمتيني، ويعني المهم ماشي بحال العمومي. عمومي يعني دائما مثلا كي اضرابات وتينا كتعرف فهمتيني، يعني دائما كيخرجوا كيخليو ولادنا بلا قرايه وكذا، وكنفضل الخاص احسن صراحه. يعني الواحد يخلص على ولادو يخلص على ولادو ويقريو في الخاص احسن فهمتيني. يعني الخاص يعني كيتبعوهم دائما مثلا دائما حاضرين واساسي تقريبا فيه كيغيبوا فهمتيني. كما شفتوا كان السيادي الحلقه والاراء ديال الناس في الشارع، وما تنساوش تخليو الاراء ديالكم في كومنت الاولاني. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.